أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وفد التفاوض برئاسة رئيس الموساد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين سيتوجه إلى قطر الاثنين. وكانت وكالة رويترز للأنباء أفادت في وقت سابق أن دوحة ستستضيف جولة جديدة الأحد بمشاركة مسؤولين قطريين ومصريين، وستركز المحادثات وفقا لوكالة الأنباء على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات، بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية إلى غزة.